ما حكم اللي يتأخر في خط سفر يتأخر من أجل الجمع والقصر؟ يعني يتأخر من نفسه، يعني يقبل على الديرة اللي بيروح لها لكن يتأخر في السفر، أو أنه يتأخر لحين وجوب صلاة الظهر بحيث يجمعها الظهر مع العصر. يا أخي لا بأس بذلك، ما دام مسافرا ولم يصل إلى بلده فإن له الجمع والقصر، ولا نقول استعجل من أجل أن تصلي في البلد، لأنه ما زال مسافرا. نعم. بس التأخر من عنده يا شيخ، هو اللي قاصد التأخر ولا وصل قبل؟ ما دام يا أخي ما دام في السفر فلا نمنعه من القصر والجمع. طيب، تأخر أو تقدم، أسرع أو تباطأ. نعم، شكرا.